السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه للروز كيف ما كتشوفوا هانتوما كيجي هكا الروز، ما يعني ما كيتلصق ما والو. بالنسبه لهذا الروز هذا يعني ممكن تحضروه للعشاء بحال هكا، كتحطوا معاه شويه لادانت كيف ما كتشوفوا. هذا هو لادانت، سمحوا لي على الاضاءه ولكن هنقرب لكم. هنا كديروا واحد يعني الشرموله ديال لادانت مع البصله والثومه والبزار والملحه، صافي كديرهم تشحروهم مزيان والقزبر والمعدنوس، كديروا فليفله اللي كتعجبكم فلفله حاره، وكديروا ليها كيكون صوص ديالها خياطره مع شويه الفرماج من الفوق، وتحطوا في الطبسيل الروز وكديروا فوق منه هذه الخلطه هذه، راه كيجي يعني العشاء كيجي خفيف وزوين بصحه وراحه. هنا كيف ما كتشوفوا غنشارك معكم الطبق ديال التقديم. هذا هو الروز كيجي بحال هكا، كتجي الحبه يعني ما ملاصقاش مع اختها هكا. هذا هو الطبق التقديم بصحه وراحه اخوتي. هذا الروز، هذا النوع ديال الروز راه زوين بالنسبه للناس اللي في المغرب، راه هذا الروز زوين بصحه ليا. ندير لكم هذه الصوص هكا، كيجي هاد لادان زوين بحال هكا، تحطيه فوق الروز مع واحد الفليفله بصحه وراحه هكا. هذا هو طبق التقديم.